السوق ده يا فندم، السوق ده هيكون فيه مجاور للمحطة ولا السوق ده فين سيادة المحافظ؟ هيبقى مجاور المحطة وفي أحد الشوارع الجانبية اللي ما فيهاش لا سكان ولا فيها عمارات ولا فيها، هيبقى فيها سوق فقط. طيب لحد بقى ده ما لحد بقى ما يتم. اتفضل. خليني أضيف حاجة مهمة جدا عشان بس برضو أهلنا يطمنوا. إحنا هنعمل مسابقة لإعادة تصميم النصب التذكاري بتاع الجندي المجهول اللي موجود في الميدان. هيشرف عليه أساتذة من كلية الهندسة ومن جامعة فاروس وجامعة اسكندرية عشان نختار أحسن تصميم يتعمل لنصب التذكاري للجندي المجهول، وده هيبقى برضه في ميدان المحطة. طيب. طيب أنا سؤالي بقى، لحد ما يعني هذا الوقت، لحد ما نعمل السوق، أنا عندي قلق. دي قصة، دي ده مشهد طبعًا مزعج جدًا وأكيد بقاله سنين. غير كده هو الآن بؤرة كورونا، القصة ما بقتش مشهد بس مقلق، بقى بؤرة كورونا كمان. هل في يعني هل الحي ممكن ينظم يطبق قواعد الكمامات؟ أنا يعني أنا في النهاية ده بالنسبة لي مش بس مشهد يعني سيء، ولكن بؤرة كورونا. متفق معاكي جدا، لان احنا كل يوم زي ما حضرتك والناس شايفه احنا بننزل صباحا ومساء. ويمكن قلت لحضرتك امبارح قبل ما الخط يقطع، انا عندي 1110 محل قفلتهم لعدم الالتزام. انا عندي القهاوي 255 مقهى وكافيه قفلتهم. الكافيه بتاع امبارح لما الخط قطع احنا شمعناه، رغم ان هو كافيه يعني على مستوى عالي جدا، ودخلنا لقينا مفيش لكمامات والدنيا مليانه شيش، ويعني المنظر كان يعني يخض، منظر مقلق. بعد التوعيه اللي احنا عاملينها دي كلها وانتوا عاملينها كاعلام دي كلها، وبرضه ما فيش نوع من الالتزام، يعني الناس مش شايفه اللي حوالينا والدول اللي حوالينا فيه ايه؟ اكتر من كده، لو شايفه الكافيه فاهمه قد ايه؟ انا رحت امبارح فوجئت ان في ناس عامله احتفال بعيد ميلاد. لا ده في عيد ميلاد وفي اشياء اخرى. يعني عموما اتمنى انه هذه الحملات سياده المحافظ تستمر حتى بعد الاعياد والشم النسيم وكده، لانه احنا الارقام عاليه جدا، احنا بنكسر حاجز الالف كل يوم وهيبقى عندنا كوارث. فاحنا نتمنى بس ان احنا نفضل في الشده دي، ورؤساء الاحياء يكونوا في حاله. ويعني انا بصراحه مش عارفه المشاهد دي نقدر نعيش معاها ازاي. احب اوضح حاجه استاذه انيس، احنا طبعا زي ما حضرتك نوهتي في المقدمه، لا في مناطق كتير وفي عشوائيه كتير واحنا بنعالجها وبنعالجها واحده واحده، وكل علاج وكل مكان له علاج. لما يبقى عندي 4000 بائع هيتقطع عيشهم، لا بقى لازم اوجد لهم، لازم يكون لهم بديل. مظبوط مظبوط. شكرا، بشكرك السيد محافظ الاسكندريه سياده اللواء محمد الشريف. الحقيقه ان احنا مره اخرى عايزين الناس تبعت لنا، واحنا كمان هننزل نصور، لانه احنا عايزين بلدنا يبقى شكلها احسن، وخايفين من الكورونا، حاجتين مع بعض. المشهد السيء يعني ده انا ممكن احكي لكم على مليون مشهد سيء انا بشوفه في حياتي. المشاهد السيئه، المشاهد التي لا تليق بنا مش بس في القاهره ولكن في المحافظات، وايضا موضوع بؤره الكورونا. الاسواق دي موجوده دلوقتي، احنا مش بنتكلم على قطع عيش الناس، احنا بنتكلم على ضوابط. ده المشهد اللي هيكون عليه ميدان محطة مصر بعد 275 يوم، وإحنا هنتابع كل هذه الأيام وهنتابع في كل المحافظات أيضا. المحليات محتاجة تشد حيلها شوية، مش بس في الأعياد، رؤساء الأحياء مش بس عشان في جواب من رئيس الوزراء، لا علشان لازم نشتغل زي ما بنقول around the clock، يعني 7 أيام في الأسبوع. كلنا بنشتغل كتير على فكرة، ففكرة ان احنا نشتغل ونريح. وموضوع تراكم الشاش ده كان ايه؟ ده بقاله شهور محدش بيسأل، بقاله شهور محدش بيدور.